مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من مصر. طبعا الكل خلال الساعات اللي فاتت بيتكلم على تطورات كورونا على مستوى العالم وعلى مستوى بلدنا هنا في مصر. يدوب احنا امبارح خلصنا الحلقة من هنا وفوجئنا بإعلان وزارة الصحة في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية الـ WHO مكتبها الإقليمي في مصر عن حالة إيجابية ثانية في مصر لراجل مهندس بترول بيشتغل في شركة أجنبية موجودة في مطروح، جه مصر من أيام قليلة جدا من بلده. الراجل نزل ترانزيت في محطة ما ومنها إلى مصر، ظهرت عليه الأعراض امبارح أو أول امبارح بالليل تحديدا يعني في مطروح في الشركة اللي هو شغال فيها، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات، تم إبلاغ الجهات المعنية، تم إبلاغ، وده الشيء المهم، تم على الفور تم إبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية الـ WHO في القاهرة، تم اتخاذ كل الإجراءات، اتاخد في عربية ذاتية التعقيم، اتاخد كل الإجراءات اللي من شأنها ان هو يروح على المستشفى المخصص للعزل في مطروح في النجيلة. تم الحقيقة الوصول للشركة اللي هو شغال فيها، تم فحص جميع العمال الموجودين فيها واتخاذ إجراءات شديدة الحزم والشدة فيما يتعلق بإجراء الكشف الطبي والمسح على جميع الناس اللي خالطت هذا المهندس الأجنبي على مدى الأيام اللي فاتت من أول ما جه مصر، خلال يعني الفترة اللي قعد فيها لغاية لما ظهرت عليه الأعراض امبارح بالليل أو امبارح بعد الظهر. إجراءات مهمة جدا، الدخول الخروج للموقع، الملاحظة الذاتية لكل هؤلاء الأفراد، وتبين الحمد لله إن ما فيهمش أي حالة إيجابية وتم التعامل مع الحالة بتاعته سريعا. الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وبيان مشترك مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أصدروا هذا البيان الواضح والصريح وصورة الراجل وباسبوره وبياناته وكل حاجة عشان زي ما بيقولوا كده إيه، يقطعوا الشك باليقين. ثم بعد كده النهاردة كان في اشتباه في حالة أخرى لسيدة دنماركية عايشة في القاهرة وكانت جت مصر أو وصلت مصر تحديدا يوم 28 اللي فات، يعني بنتكلم من حوالي 4 أيام، جاي عن طريق جاي من البرتغال ونزلت ترانزيت يقال في ألمانيا، ومن ألمانيا جت على مصر ووصلت مصر من 4 أيام، ساكنة في المهندسين، بدأ يظهر عليها أعراض من هنا لهنا، وصل الأمر إن راحت حميات إمبابة، تم توقيع الكشف عليها وتبين إن ما عندهاش كورونا، دور برد عادي جدا وخلاص يعني مش أكتر من كده. دول التطورات الأخيرة اللي حصلت الحقيقة خلال الـ 24 ساعة اللي فاتت هنا في مصر. لو في درس مستفاد، الدرس المستفاد هو إن في صراحة وشفافية وسرعة واحترافية في التعامل. خلاص يعني ده كده واضح، هو ده العنوان الرئيسي اللي نقدر إن احنا نتكلم فيه ونقول إن في إجراءات بتتاخد على الأرض، مفيش حد بيخبي إن الأمر بيتم التعامل معاه وفقا للآليات الدولية اللي محدش في الكوكب يقدر يخالفها، محدش في الكوكب يقدر يخالفها. فده الحقيقة شيء مهم جدا يجب الإشارة إليه. شيء تاني حابين برضو نقول لحضراتكم عليه، إن لو حضراتكم هتلاحظوا إن مسألة الإصابات يقال إن فلان، يعني الحالة الراجل المهندس بتاع البترول ده اللي في الحجر الصحي دلوقتي اللي هو مصاب، والست اللي هي الدنماركية اللي هي مش مصابة، الاتنين جايين من مصر، جايين لمصر من أيام قليلة، جايين من أوروبا، نزلوا ترانزيت في أكتر من مكان في أوروبا عشان يوصلوا مطار القاهرة. وهتلاقي إن حالات تانية أعلن عنها في العالم يقال إن يقول لك إيه، ده جاي من دولة كذا، ده جاي من الرحلة كذا اللي نزلت في ترانزيت في الدولة في المطار الفلاني ووصل فرنسا أو وصل ألمانيا أو وصل بريطانيا أو وصل أمريكا. تلاحظوا حضراتكم من الرابط المشترك إن كلهم مرتبطين برحلات طيران، كلهم مروا على مطارات، كلهم نزلوا في فنادق، كلهم كانوا في أماكن زحمة زي المطارات من دول كتير جدا، ربما وسائل الحماية ووسائل السلامة الصحية أو الوقاية بتبقى متدنية. يعني بمعنى مطار ما، المطار ده ربما زي المطارات الكبرى الحقيقة اللي هنتكلم زي هيثرو وخلافه يعني، أو مطارات شارل دي جول في فرنسا أو المطارات الكبرى الحقيقة في العالم، ممكن حضرتك تلاقي في المطار ده في اليوم مش أقل من 200,000 راكب مثلا، يعني رقم مجازي، 200,000 واحد حول العالم من مختلف الجنسيات نزلوا المكان ده، المطار ده استعملوا
نفس السير اللي حضرتك هتشوفه اللي هم بيمشوا عليه. استعملوا المقابض بتاعت الابواب، استعملوا الكونتر اللي زي ده اللي بيقف يملى عليه البيانات مثلا، استعملوا الحمامات، استعملوا الحنفيات اللي في الحمامات، استعملوا المطاعم الموجودة في المطارات والكافيهات الموجودة في المطارات. كل دي أماكن عدوى، كل دي في حد ذاتها هي أماكن عدوى. عشان كده تلاقي حضرتك أن أغلب الإصابات أو تقريبا معظم الإصابات هي مرتبطة بده إلى حد ما، يعني ما نقدرش نقول كل ولكن معظم مرتبط بهذا الأمر. تلاقي ده ممكن في فنادق، تلاقي ممكن ده في مطارات، تلاقي ممكن ده في أماكن كثيفة الازدحام والتكدس وناس بتستخدم الأشياء العامة زي الحمامات المشتركة، استخدام الأبواب، الأكر، كل الوسائل اللي هي اللي الناس كلها بتستخدمها، دي حاجات بتنشر الإصابة بشكل كبير. منظمة الصحة العالمية نشرت من شوية فيديو الحقيقة على موقعها ونقلته عنها دول كتير جدا ووزارات صحة كتير جدا في العالم، من بينها وزارة الصحة الأيرلندية، عشان توعي المواطنين الأيرلنديين يعملوا ايه. منظمة الصحة العالمية وصلت لإيه يا جماعة عشان الوقاية خير من العلاج، نحمي نفسنا ازاي. فيديو بسيط جدا جدا على موضوع حضراتكم مش هتتخيلوه، ده اللي بتنصح بيه منظمة الصحة العالمية. بتنصح بإيه؟ تعالوا نشوف يا جماعة. منظمة الصحة العالمية بتنصح بالحركة بتشوفوه دلوقتي. لو تكرمت اغسل إيدك، لو تكرمت اغسل إيدك، حضرتك عندك برد اغسل إيدك، حضرتك هتاكل أو هتجهزي أكل لو سمحت اغسلي إيدك. طب نغسل إيدينا إزاي؟ شوية مية وصابون كده وتحت المية في ثانيتين ومع السلامة؟ لا، دي الطريقة الصح زي ما حضراتكم شايفين، ازاي بتخلخل ما بين اصابع اليد والصابون، ازاي يدخل في يعني قدر الامكان في كل جزء في اليد، ومساله الضوافر طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتتاكد من سلامه انها تتغسل بشكل كويس. طيب بعد ما هتغسل ده كده ميه وصابون حضراتكم عادي اللي هو موجود في كل بيت. طيب انا موجود دلوقتي في مطعم ولا موجود في مطار ولا موجود في فندق ولا موجود في مول ولا موجود في جامعه او في مدرسه، وفي ناس كتير جدا بيستخدموا الحمام ده وبيستخدموا الكلام ده، طب انا خلاص غسلت ايدي، طب ما الحنفيه عليها؟ لا، الست بتقول لك اهو استخدم المناديل نشف ايدك، اما ان انت تقفل الحنفيه بكوعك بالكوع، او زي ما عملت تقفل الحنفيه بالمنديل الورق. دي وسائل صحه بدائيه جدا هتشوفوا، وفي اخر الفيديو بيظهر اللوجو بتاع منظمه الصحه العالميه اللي بتقول للناس يا جماعه هي دي الطرق الصحيحه من للوقايه من الكورونا. ده كده اللي هو ABC اللي هو 1 2 3 في التعامل مع هذه الأزمة، اللي هي الوقاية خير من العلاج، وزي ما بيقول لك ايه زمان اغسل ايدك قبل الاكل وبعده. هي دي الامور اللي بتنصح بيها منظمة الصحة العالمية في الفيديو اللي حضراتكم شايفين. طيب ده كان الامر في مصر والملاحظات اللي احنا شفناها في مسألة انتقال العدوى على مستوى العالم. شيء مهم جدا برضو يجب الاشارة ليه الحقيقة هي الزيارة اللي بتقوم بيها حاليا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الى دولة الصين الحقيقة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وحضراتكم شايفين ده المؤتمر الصحفي اللي هي عقدته منذ ساعات بحضور في سفارتنا طبعا في الصين، بحضور سفيرنا السفير الدكتور محمد البدري سفيرنا في بكين. مؤتمر صحفي كان مهم، تحدثت فيه عن الكثير من الامور الحقيقه في مقر السفاره المصريه الحقيقه. ايضا كان لها لقاء مهم مع نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس جمعيه الصليب الاحمر الصيني. الناس من امبارح بتقول من اول ما سياده الوزيره سافرت بتقول هي سياده الوزيره مسافره ليه، ولقينا ان للاسف موجه التهكم ويعني عدم الحياء اللي البعض الحقيقه ربما بيتبعها في التعامل والاستهتار بجهد الناس، يعني ويحقروا من جهد الناس ويستهينوا بجهد الناس اللي بتادي شغلها وبتادي عملها بكل ضمير وبكل تفاني، لقينا في شكل آخر من التعامل، إن الناس بدأت تشوف إن في شيء بيحصل مهم جدا بتقوم بيه وزارة الصحة في هذه الزيارة، فبدأت علامات الاستفهام المنطقية ليه وزارة الصحة راحة؟ وشفنا حملة التضامن وإنارة المعابد والمناطق الأثرية بعلم دولة الصين الشقيقة بالتوازي مع بداية هذه الزيارة. الحقيقة الشيء المهم والإجابة على هذا التساؤل المهم، لماذا ذهبت السيدة وزيرة الصحة إلى الصين، جاء على لسانها هي نفسها اللي قالت هي راحت ليه. راحت عشان الآتي، قالت بالضبط بالحرف الواحد إن الصين قدمت هدايا قيمة جدا لمصر. إيه هي
هذه الهدايا يا سيادة الوزيرة هي الوثائق الفنية المحدثة، الوثائق الفنية المحدثة النسخة السادسة للإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الصين عشان تواجه كورونا. كويس جدا، يبقى الكتالوج اللي الصين استعملته من بداية الأزمة لغاية دلوقتي تم تعديله أكتر من مرة، ست نسخ. سيادة الوزيرة راحة والدولة المصرية عايزة تاخد النسخة الأخيرة. إزاي الصين تعاملت مع هذا الأمر؟ الصين معدل الإصابات فيها في تراجع، بدأت إنها تسيطر على مسألة العدوى، فده شيء مهم جدا، النو هاو، إزاي قدروا يعملوا هذا الأمر. الشيء الثاني، الحصول على التقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة اللي قامت بها منظمة الصحة العالمية للصين والمناطق الموبوءة. دول تقريرين مهمين جدا الدولة المصرية كانت حريصة ان هي تحصل عليهم من خلال إفادة سيادة الوزيرة هالة زايد الى الصين عشان تطلع على هذا الامر او هذين الامرين، التقريرين، تقرير السادس النسخة السادسة من الاجراءات الصينية لاحتواء الكورونا، والتقرير المشترك ما بين الخبراء الصينيين، الدكاترة الصينيين وخبراء منظمة الصحة العالمية لمتابعة الاجراءات الصينية في الحد من انتشار هذا الوباء. الشيء برضو الجميل في هذه الزيارة وهو اهداء الصين 2000 جهاز للكشف عن فيروس كورونا لمصر، ده برضو من ضمن الحاجات اللي حصلت في هذه الزيارة. كان في ترحيب كبير جدا بهذه الزيارة اللي تمت الحقيقة في قاعة الشعب الكبرى في الصين، البرلمان الصيني او يعني مجلس النواب الصيني يعني انجاز التعبير، تم فتح قاعه الشعب الكبرى. نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس جمعيه الصليب الاحمر الصيني رحب بالوزيره هاله زايد الحقيقه واثنى على هذه الزياره ومسانده مصر الماديه والوجدانيه والمعنويه لدوله الصين، والرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته في هذا الاطار من اول يوم، كمان اضاءه المعالم الاثريه المصريه بعلم الصين، كل ده الحقيقه كان لافت جدا. وقال الراجل المسؤول الصيني الكبير نائب رئيس مجلس نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر الصيني، قال إن دي لفتة إنسانية عظيمة جدا لن تنساها الصين وستقدرها دوما الصين إلى مصر. مش عارف هل معانا التليفون ولا لا. طيب المتابعات المصرية بقى مستمرة كمان زي ما قلنا ان التقارير دي اولا باول بتعرض امام الجميع. شفنا امبارح متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعلى مستوى لهذا الامر، التقارير بتعرض اولا باول برضو على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اتقدم له النهاردة اكتر من تقرير من بينهم التقرير بتاع الحالة بتاعت امبارح اللي هي حالة الراجل بتاع البترول بتاع مطروح اللي دخل الحجر الصحي، والحالة الأخرى اللي هي بتاعت الست الدنماركية اللي طلع ما عندهاش أي حاجة. يعني ده الحقيقة شيء مهم جدا لازم برضو ان هو يوضع في الاعتبار ان الدولة كلها معبأة وبتشتغل على هذا الإطار وفي حالة من التكامل والاحترافية في التعامل مع هذا الملف. برضو في إطار الاحترافية بيتم تدشين النهاردة الحكومة بتدشن موقع مهم جدا، حضراتكم تقدروا من خلال التليفون تدخلوا على هذا الموقع واحنا بنكلم حضراتكم، الرابط بتاعه سهل جدا www.care.gov.eg اللي قدام حضراتكم الرابط، يقدر اي حد ان هو يدخل واحنا معاكم على الهواء دلوقتي نقدر ندخل على هذا الرابط ونتصفح هنشوف ايه الموجود فيه. هتلاقوا حضراتكم معلومات مهمه جدا، يعني ايه كورونا، يعني ايه الفيروس ده نفسه بينتقل ازاي، طيب ازاي احمي نفسي منه، ايه هم الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بالكورونا، بيرد على كل الشائعات والتساؤلات اللي ممكن اي حد يسالها. فدي خطوه احترافيه، خطوه متميزه جدا جدا الحقيقه بنوجه الشكر للقائمين عليها. خلينا نرحب بالمستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سياده المستشار مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بيك. اهلا بسيادتك يا فندم. اولا حابين نضع برضو الساده المشاهدين في الصوره، مجلس الوزراء والحكومه المصريه اين تقيم او كيف تقيم الان مساله الكورونا والتعامل مع الكورونا في مصر؟ حلوه مساله التعامل مع الكورونا لان ده محور التقييم الحقيقي لاي دوله. محور التقييم ليس ظهور حالات كورونا طبعا في الدوله، لا توجد دوله في العالم محصنه ضد الكورونا، واحنا شفنا
كل دول العالم المتقدم لا تخلو من الكورونا حاليا، لكن المحك والمعيار والتقييم هو كيف تتعامل مع ذلك. احنا كان لنا تجربتين وبقوا دلوقتي ثلاثة، الثالثة يعني جارية. التجربة الأولى عودة المصريين من ووهان وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم، والحجر ده تنظيمه وترتيبه وما دار خلاله بشهادة منظمة الصحة العالمية كان نموذجا يدرس. النموذج الثاني أو التجربة الثانية في التعامل مع الكورونا هي حالة الأجنبي الأول اللي ظهر أنه حامل للفيروس منذ 3 أسابيع. مظبوط. بداية الاكتشاف نفسه يستحق التحية لأنه كان من خلال إخضاع الأجانب القادمين للبلاد لفحص دوري خلال أول 14 يوم من وصولهم، وعن طريقه ثبت إصابة هذا أو أنه حامل للفيروس، فتعاملنا معه على الفور وتم تقديم العلاج اللازم له. صح. وشفي تماما وخرج بعد 14 يوم من وتعمل له حفلة تورتاية جميلة مع الدكاترة وخرج زي الفل. بالضبط كده. فده النموذج الثاني للتعامل، تعاملنا معه ونجحنا الحمد لله. الحمد. النموذج الثالث هو جاري بالفعل، الشخص الأجنبي الثالث في أحدى الشركات الموجودة في مطروح عندما شعر بأعراض إنفلونزا أو إعياء، وهو بالمناسبة هو قادم حديثا للبلاد، يعني هو جاء لمصر يوم 19 فبراير. مظبوط. ظهرت عليه الأعراض، بنتكلم على يوم 1 مارس، يعني كان خلال فترة ال 14 يوم الأولى من وجوده في مصر، وده يؤكد ويثبت أنه كان قادم، يعني كان حاملا للفيروس من الخارج، من خارج مصر. خاصة أن هو قعد 4 ساعات ترانزيت في دولة ثالثة خلال وهو جاي بطريقه لمصر. يعني معلش هنأسف جدا للمقاطعة سيادة المستشار، خليني بس أحيي فكرة اليقظة والسرعة في التعامل. الراجل اشتكى امبارح يمكن بعد الظهر، على طول الموضوع ما خدش وقت، تم الكشف على أعلى مستوى وتم التأكد وتم الإعلان، يعني كل ده في ساعات قليلة جدا. ده حقيقي، وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك، كل القائمين على الأمر في وزارة الصحة نوجه لهم التحية، وفي المستشفى النجيلة وفي المعامل المركزية التي أثبتت تحاليلها أنه إيجابي، وده بيثبت مر للمرة المليون أن احنا لا نتستر على الكورونا عندما تكون هناك حالات نعلن عنها على الفور. مظبوط. لأن لا توجد دولة في العالم لديها هذا الطرف رفاهية أن أنت تخفي عرض أو مرض مثل هذا، يعني ده بيرتقي لدرجة الجريمة الكبرى. احنا هننزل الموقع دلوقتي اللي بيقيس ده بشكل لحظي، يعني العالم كله فيه. طبعا ده يعني ده يرجعنا بقى للنقطة الثانية، ليه عملنا موقع زي ده. واضح أن في هناك حالة من الولع والشغف بترديد الأخبار الكاذبة بخصوص الكورونا. تمام. حاجة تانية التشكيك في مصداقية بيانات الحكومة ان ما فيش كورونا. فعلشان يعني نضرب هذا الباب ونصده تماما، انشأنا هذا الموقع. الموقع ده هيكون فيه معلومات طبية تهم كل مواطن يستطيع الدخول عليها والحصول على المعلومة الصحيحة الموثقة. مظبوط. هيكون فيه معلومات او قسم سياسي. يعني ايه قسم سياسي هنا؟ الجزء الخاص بعدد الدول اللي ظهر فيها الفيروس، الاجراءات اللي اتخذتها دولة ما سواء تجاه مصر بشكل خاص او تجاه دول تضم مصر بشكل عام، الاجراءات اللي في المقابل اللي مصر ممكن تتخذها تجاه بعض الدول. طب معلش يا سيادة المستشار، انا هقطع حضرتك تاني. يعني احنا مثلا شفنا دولة عندها 7 إصابات دلوقتي حظر الدخول للمصريين، واحنا عندنا حالة واحدة نشطة. هل احنا بقى من حقنا ان احنا نقول ان الدولة دي او اللي يجي من عندها او يعدي من عندها ترانزيت ما يدخلش مصر؟ ليه لا يعني ليه طب ما نعملش احنا كمان زيهم كده؟ هم عندهم 7 إصابات دلوقتي. متفق معاك. ولما قطر يعني ولما اتخذت هذا القرار مصر ما كانش فيها اصابات اصلا، يعني احنا بنتكلم عن اصابه دلوقتي، ده يوم 1 مارس مساء 1 مارس هي اتخذت هذا القرار، قبل 1 مارس مصر كانت خاليه تماما وما كانش فيها اصابات. 100%. طبعا تثير السخريه ان دوله فيها اصابات بتمنع رعايا دوله ما فيهاش اصابات اصلا من الدخول. بالنسبه ل طبعا دبلوماسيا حق اتخاذ او المبدا تطبيق مبدا المعامله بالمثل نرجو ذلك لنا تماما، وتقرره طبعا يعني السلطات المعنيه. حق الرد بالمعامله بالمثل ده حق مكفول لنا، حق سيادي. نرجو ذلك يا فندم. انا بشكر سيادتك جزيل الشكر سياده المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا يا فندم على حضرتك لوجودك معانا، ولازم بقى يعني لازم التعامل بالمثل النهارده. ممكن يا جماعه بعد اذنكم نشوف كده الموقع كده مع بعض، نشوف نلقي نظره، نشوف العالم واصل لفين. وادي الحالات، يعني واحنا بنتكلم دلوقتي قفزت حالات الاصابه ل 90,000 حاله،
مش هنتكلم في ال 225، هنتكلم في 90,000 حالة إصابة حتى الآن. الوفيات بنتكلم على 3,000 حالة وفاة، في 45,000 واحد شوفي من إجمالي ما أصيب. بنتكلم على معدل الإصابات، الحالات العادية والحالات الخطرة، فبنتكلم على الحالات الخطرة 18% بس اللي هي حالتهم صعبة شوية من بين إجمالي المصابين حتى الآن. ننزل بس بسرعة كده شوية نشوف فكرة الوفيات 6%، يعني معدل الوفيات بنسبة الإصابات اللي كان أقصى لمين كان حوالي 6%. تعالوا نشوف كده الدول بقى، ننزل كده مع بعض نشوف الدول نسبة الإصابة فيها إيه. الصين أهي، الصين، كوريا، إيطاليا، طبعا إيطاليا مسألة، وإيران. إيران 66 وفاة جديدة، بنتكلم 52 وفاة جديدة في إيطاليا. أمريكا طبعا في الحالة بالأحمر اللي قدام حضراتكم اللي هي الحالة الجديدة دي اللي هي بتاعت نيويورك، فدي عاملة أزمة طبعا في نيويورك، الدنيا برضو هناك، وبيتكلموا دلوقتي هناك على الإجراءات الصحية في المطارات الأمريكية، يعني في جدل دائر هناك حول السلامة هناك والإجراءات اللي بتتبع. ننزل تاني يا جماعة بعد إذنكم نشوف باقي الإجراءات. طبعا العراق في طبعا في المناطق خاصة في النجف في هناك طبعا أزمة، أزمة مش قليلة خالص. الإمارات بترتفع فيها الإصابات ل 21 إصابة، 21 إصابة منهم حالتين خطرة في الإمارات. لبنان في 13 إصابة منهم 3 إصابات جديدة زي ما حضراتكم كده شايفين. كل الدول، قطر نقف هنا، قطر اللي امبارح بتقول طلع بان عشان المصريين، قطر فيها 7 اصابات، في 4 اصابات جديده، كان عندهم 3 وفي 4 حالات جديده اعلنوا عنها النهارده، فكده ارتفع العدد ل 7 اصابات موجوده في قطر. وبالتالي برضو احنا من حقنا نخاف على نفسنا ونقول لا والله احنا مش عايزين قطريين ولا عايزين اي واحد نزل في مطار الدوحه ينزل مطار القاهره، لا مش عايزين. برضو احنا من حقنا ان احنا برضو نخاف على صحتنا ونخاف على بلدنا، يعني هما مش احسن مننا بالمناسبه يعني. طيب دي كده الحالات اللي قدام حضراتكم. ننزل مصر يا جماعه نشوف مصر فين. كل ده احنا لسه ما جيناش لمصر، يعني الجزائر فيها 3 حالات، وروسيا برضو فيها 3 حالات، وفي كان حاله جديده انضمت لينا ليها. مصر ادي بس هنا، مصر اهي تحت البرازيل على طول، مصر اللي هم الحالتين اللي عموما اللي تم اكتشافهم، الحاله اللي كانت من اسبوعين دي ولا حاجه وخرجت، والحاله اللي دخلت الحجر الصحي امبارح بالليل، ده اجمال الحالتين. هتلاقوا حضراتكم التوتال ريكفرد اللي هو اللي شوفي واحد اللي هو الراجل الصيني اللي خرج، والحالات الموجوده دلوقتي حاليا اللي هي الحاله الوحيده، ده بالنسبه ما يتعلق في مصر. نقدر نقول ان مصر فيها حاله واحده حاليا، حال كان اجمالا حالتين، حالة خرجت خلاص مع السلامه، وتبقى الحاله اللي هي بتاعت امبارح، وان شاء الله يخرج بالسلامه وما يكونش في اي مشكله. نروح نشوف تقرير كده، نشوف اخر المستجدات فيما يتعلق بكورونا على مستوى العالم، وتبقى معنا كده كام فيديو لطيف هنوريهم لحضراتكم بعد التقرير. تستأثر أخبار الانتشار غير المسبوق لفيروس كورونا بالاهتمام في مصر أسوة ببقية العالم، فقد أعلنت الحكومة المصرية أن مصر خالية من الإصابات بفيروس كورونا بعد تأكيد شفاء الحالة الوحيدة المشخصة للإصابة بالمرض. رئيس مجلس الوزراء تابع الخطة الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية، وأكد أن خبر اكتشاف عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في مصر هو خبر غير صحيح. وزارة الصحة والسكان أعلنت في وقت سابق عن الإجراءات التي قامت باتباعها حيال فيروس كورونا المستجد. عملنا بالضبط لغاية امبارح مساء 1443 تحليل مشتبه فيه، 1443 تحليل مشتبه فيه طلع واحد بس إيجابي. منظمة الصحة العالمية في مصر أشادت بدورها بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع موقف الإعلان عن حالة أخرى مصابة بالكورونا في مصر، وأشادت بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها. الرجاء عدم الاستماع إلى الإشاعات أول واحدة، ثاني شيء أي حالة ممكن أنه تشخص أو تكون إيجابية الدولة مش من عادتها أنه تخفي أي معلومة، وبالتالي هيدي شفافية مع منظمة الصحة العالمية والإبلاغ عن الحالات. مصر اعتمدت في خطة تأمينها الطبي على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد، الجوية، البحرية، البرية، وتحرير بطاقات المراقبة الصحية لكل قادم من الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات. من مصر محمد عبد العال.
هنشوف مع حضراتكم كده كام فيديو الحقيقة لازم نتوقف عندهم لكورونا وزي العالم بيتعامل معاه. نبدأ من إيران، يعني فيديو الحقيقة مؤثر جدا، انتشر النهاردة بشكل كبير جدا جدا، لطفل ولد صغير. حضراتكم هتشوفوا الفيديو، الولد بيصاب أو مصاب بالكورونا، بتظهر عليه الأعراض، الولد لا يتمالك نفسه فبيقع زي ما حضراتكم كده شايفين. الولد يعني حالته واضح ان ارتفاع درجة حرارة، حالة إعياء شديدة، الولد هيقع في الشارع. هيبتدي الناس ان هي تتعامل مع الوضع، الناس اللي بيصوروه من بعيد مش فاهمين هو الولد ماله. فخلونا نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليه. نشوف الفيديو. بعد كده لو الفيديو هيكمل، طبعا هو ليه تكمله مش عارف الزملاء ما زعوهاش ليه يعني، بس تكمله بعد كده عربيه الاسعاف بتيجي وبتشيل الولد وبيتعاملوا معاه، يعني بيجيبوا له مسعف. فده الحقيقه كان فيديو لافت، وحتى الناس هناك في ايران بيتكلموا على فكره ان في تعتيم على الاخبار المتعلقه باصابات كورونا، وان في النظام الايراني بيعتم على هذا الامر لاشياء اخرى هنشوفها في فيديو تاني. فبيتكلموا ان في حاله من الضيق، بيتكلموا حاله من الذعر. مراسل قناة NBC الأمريكية ومدير مكتبها في طهران الحقيقة نشر فيديو هتشوفوه حضراتكم، إزاي الناس غضبانة في إيران في عيادة أو مستشفى كده صغيرة في منطقة بندر عباس، إزاي بيتكلموا على إن في ضعف في الإجراءات الموجودة هناك، وبالتالي الناس في إصابات كتير، والناس اضطرت الحقيقة إن هي خرجت عن شعورها، فاضطروا إن هم يولعوا النار في المستشفى زي ما حضراتكم هتشوفوا كده في الفيديو اللي جاي. درمانگاه آتیش زدن، مریضی کرونایی از کم آوردن، ده نفرتی درمانگاه شهرک شهر و بندر عباس، مردم که جمع موش درمانگاه کامل زدن آتیش، مریض هم داخله. الحالات المنتشرة في إيران الحقيقة في ناس بتقول إن في حالات من التعتيم، شفنا الفيديو بتاع الولد، شفنا الحالة من الغضب اللي موجودة في بندر عباس وحرق مستشفى. هنشوف فيديو تاني، والبعض الحقيقة بيتهم هناك النظام إن هو بيتكتم على بعض السلوكيات أو بيمنع أو عفوا لا يمنع بعض السلوكيات اللي أدت إلى انتشار الكورونا بشكل كبير جدا. ايه هي هذا الامر؟ ان فكرة الاضرحة والمقامات الشيعية خصوصا في قم، مدينة قم الايرانية اللي فيها العديد من الاضرحة، في بعض العادات اللي بتحصل هناك اللي ادت الى انتشار كورونا بشكل كبير، زي ما بيقولوا بيعلق المواطنين الايرانيين وبيطالبوا السلطة في ايران انها تتدخل للتعامل مع هذا الامر واغلاق الاضرحة. نفس الشيء بيتشابه مع الأمر اللي حصل في النجف في العراق، برضو في المزارات والعتبات المقدسة الشيعية في النجف الأشرف في العراق بتلاقي برضو الإصابات زادت. ليه؟ بسبب الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه، وللمواطنين في إيران الحقيقة بيصرخوا من هذه السلوكيات اللي أدت بالفعل إلى انتشار الكورونا بشكل كبير في إيران، وخصوصا في منطقة قم الإيرانية اللي أصبحت هي بؤرة الكورونا في إيران. و چیز شده اینجا بول کرونا شده. آقا منم الان اینجا ببینی لیست میزنم هر چی کرونا مال من بیاد. محمد محمد بوله محمد کرونا اهلی به شبهه انداختن که حرم علی ابن مسترزا زریع ها اینا مرض کرونا گرفته، ایز گرفته، پاتی بسخره کرد. من اومدم زریع امام رضا رو لیست بزنم که انشالله این مرضی تو بدن من بره و شما با خیال راحت بیاین زیارت کنید. بابا این مرض کرونا رو من خوردم، انشالله شما بلند شید بیاین زیارت کنید. یکم عقیده همونو سفت کنید. امام رضا دسته دار نکن. هی دارم سلام چیزم بهشون بده سرنگوهر شاده.
يعني الراجل بيقول ان بيقولوا ان كورونا بينتقل بالملامسه او الحاجات دي وبتاع، فالراجل بيتحدى ويقول لك طب انا هلعق او هلحس الحديد بتاع المقام بلساني عشان يجي لي كورونا. يعني هي دي السلوكيات الحقيقه اللي بتشكل خطوره، يعني شيء صعب جدا. يعني ده بيفسر ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات الموجوده في بعض الاماكن خصوصا في قم الايرانيه بسبب الحاجات اللي حضراتكم شفتوها. نشوف بقى النقيض، يعني نشوف النقيض بقى في المانيا ازاي بيتعاملوا مع الامر. فيديو طريف، المستشاره الالمانيه تعرضت لموقف محرج النهارده من وزير الداخليه، تعالوا نشوف. طيب بمنتهى الاريحيه خلاص، يعني مش عايز تسلم خايف فخلاص. فالمستشاره ميركل قعدت وعدى الامر على كده. ده كان موقف ما بينه وما بين وزير الداخليه الالماني. في عرضنا على حضراتكم الكام يوم اللي فاتوا برضو بعض المقاطع الفيديو الشبيهه بده. نخرج لفاصل ونشوف التقرير الاخباري، وبعد الفاصل لسه معانا وقفات، خليكم معانا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بفلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حاليا. تم بين الجانبين تناول بحث التطورات في الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقة التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق 48 قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية خلال 10 أيام الأولى من شهر مارس الجاري. تأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية. وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح نزلاء السجون زيارة استثنائية، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 16 من مارس وحتى نهاية ذات الشهر، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الأم. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية وإتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع ذويهم ومشاركة أسرهم للاحتفال بمختلف المناسبات. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت عصر اليوم هزة أرضية على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 4:52:11 بقوة تصل ل 3.5 درجة على مقياس ريختر. يفتتح الخميس المقبل هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به. يعد هرم زوسر أقدم بناء حجري في العالم، وذلك بحضور نخبة من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية. توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غد الثلاثاء، محذرة بشدة من تخفيف الملابس نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى على مدار اليوم الواحد.